وقد اشتكى أصحاب ورش ومشروعات تجارية بمحافظة كفر الشيخ من تكرار انقطاع الكهرباء بصفة يومية، مؤكدين أنهم يتعرضون لخسائر فادحة جراء الانقطاع الذي يصل لأكثر من 10 ساعات يوميا. الكهرباء بتفتح 20 ساعة في الـ 24، والثلاجات عندنا بالنسبة فيها سمك بتبوظ، السمك بنلجحوه بعد 3 4 أيام، لأن السمك المجمد بالذات لو فك ما بيتجمدش تاني، ودي من أكبر الخسائر علينا. وإحنا بالناشي المشير السيسي اللي وصل لرئاسة الجمهورية يشوف موضوع الكهرباء. احنا بس عايزين على باب الله وعايزين ناكل عيش وخلاص، بس الكهرباء بتقطع بتيجي يعني ساعة وتقطع 3 ساعات، بس خلاص على كده. الكهرباء بتقطع بتعطل وتقف حل بس. طب انت الكهرباء عندك ولا حاجه؟ ايوه عندنا كهرباء شغالين بيها، امال ايه؟ بكل حاجه.